مشروع حفظ النعمة مشروع إنساني تكافل اجتماعي، مشروع يعني الحمد لله رب العالمين هو يأتي من بلاش، ترعاه لجنة الزكاة للأشياء الأساسية، يعني مثل إذا مثلا شاب تفرغ بعض الوقت شيء قليل، ولكنه يخدم قطاع كبير من أهالي أم الفحم والداخل الفلسطيني. وصل بنا الحال أن وصلنا إلى مناطق إخواننا في الضفة إنه وزعنا هناك الملابس اللي بتزيد عنا الأشياء مرات أكل. الهدف من إقامة مشروع حفظ النعمة هو العنوان يتكلم عن ذلك، حفظ النعمة تحفظ أنت النعمة، هذه نعمة أكرمنا الله بها، أكرمك الله يا صاحب العرس إنه الله منعم مفضل عليك وذبحت عجلين، تبقى عندك 150 كيلو، هاي نعمة، هاي سنسأل عنها يوم الدين، ليش أنت زدتها؟ ليش أنت ما وزعتهاش؟ فصاحب العرس ما بيقدر يوزعها، صاحب العرس مهموك بالتكاليف، مهموك بده يدخل العريس، فبيجي مشروع حفظ النعمة بحل هاي الأزمة. مشروع حفظ النعمة طلبه الوحيد إنه لما بيتصلوا بيه الساعة 11 بالليل إنه بيكون جاهز وشباب جاهزين مع السيارة والعلب يروحوا يجيبوا هاي الثمرات، فواكه وكنافة ومشاريب وأكل، يعني والله العظيم بكينا نحسب مرات بالليل توصل معنا الجمع من طعام ثمنه وحشتري من مطعم يصل إلى 50,000 شيكل وأكثر في الليلة الواحدة. فبفيد عنا طعام مرات من عرس واحد بفيد عنا طعام بطعام 400 عيلة. مشروع حفظ النعمة بدأ بجمع الطعام ووصل اليوم إلى جمع الأثاث وتجهيز العرايس وترميم بيوت وإصلاح ذات البين. مشروع حفظ النعمة نشاطه في رمضان يتزايد. مشروع حفظ النعمة في أم الفحم في هذا البلد بلد الكريم والطيب يعني يعمل كل السنة. إحنا برمضان هسا بنشوف يعني جمعيات وبنشاهد ناس ببلشوا يبحثوا عن زكاة ويوزعوا، هسا مشروع حفظ النعمة الحمد لله رب العالمين من دون ما نبحث ولا شيء الناس عارفة، لأنك أنت عنوان كل السنة، الثقة عندك، أنت الأم. هذا هو مشروع حفظ النعمة، مشروع كبير، يعني الوقت لا يسمح لنا إنه نشرح كثير كثير أشياء اللي إحنا نشتغلها في مشروع حفظ النعمة. رسالتي إلى كل من يهمه الأمر ويسمع، إلى كل مسلم، إلى كل فلسطيني، أنت تستطيع أن تكون في بيتك في حيك مشروع حفظ النعمة.